يعد الكشري من أشهر الأطعمة في مصر، فهو طبق يحتوي على عدة مكونات غذائية وثمنه رخيص، لا سيما الذي يباع في عربات الكشري المنتشرة في مدن مصر. اسمه وائل احمد، السن 32 سنه، المهنه يعني بتاع كشري، 8 سنين شغال في المهنه دي. المهنه اللي علمني والدي، لقيت والدي بتاع كشري، اشتغلت معاه. كشري اكله مهمه بجد للمصريين، ويعني زي ما تقول ايه، اكله شعبيه. يعني بتتكون من رز، عدس، شعرية، مكرونة، بصل، تقلية كده، كل حاجة. يعني حضرتك شغل المحل مش زي شغل العربية، شغل العربية بيبقى يعني أعلى من شغل المحل. وصلالك؟ ماشي. لو أنت مثلا عاوز طفل وبتاع، في مثلا بأربعة جنيه، في بخمسة جنيه، في بثلاثة جنيه، يعني في لحد عشرة جنيه. ده بالنسبة لهنا. بالنسبة للمحل بقى، ممكن تخش المحل يقول لك 18 جنيه طبق كشري. العربية دي بقى لها 56 سنة هنا. بس قبل العربيات دي كان في حضرتك اللي هي العربيات التين، واصلة لك؟ كان بيقف ويفرش عليها. كان بالنسبة للكشري ما كانش في حاجة اسمها علب ولا أكياس ولا أي حاجة. كان يعني كانوا بيجيبوا الورق بتاع الأسمنت، فاهم؟ ويعملوا قراطيس ويعبوا فيه.